أرطغرل ليس ثابت إسلام، الكلام الأقوى أنه وثني. صفحات التاريخ العثماني مع الباحث الدكتور سلطان الأصقر. هم الأتراك الذين أسسوا الدولة العثمانية مما يسمى أرطغرل، الشخصية الأسطورية الباهتة التي لا نعلم عنها شيئاً إلا من خلال الأساطير. بس هو موجود مثبت أنه أرطغرل ولا أسطوريا؟ الشخصية موجودة. موجودة. لكن ما أحيط بها هو الذي عليه هو الأسطوري. قام مراد هذا وأسلم ابنه محمد الذي لقب بالفاتح فيما بعد إلى أحد مشايخ الطريقة البرامية وهو آق شمس الدين. غالي في وحدة الوجود وفي كتب ابن عربي، يعني فيه من الشرك الكبير. فمحمد هذا الذي لقب بالفاتح الذي سموه فاتح القسطنطينية تربى على هذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود والحلول وغيرها. أما الحديث الذي امتدح به صلى الله عليه وسلم من يفتح القسطنطينية وأن فتح القسطنطينية كذا وكذا وكذا، بالحديث المشهور، قال العلماء منهم الألباني من تفاصيله أن هذا الحديث في آخر الزمان. قال الألباني، قال أحمد محمد شاكر في تحقيقه للتفسير، عمدة التفسير، وقال الشيخ التويجري في رسالة مفردة عن أشراط الساعة، قال الفتح الذي فتحه هذا السلطان العثماني لا يمكن أن يكون الفتح الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا صاحب وحدة وجود. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح صاحب، يمتدح سلطان عنده، تعرف عقيدة وحدة وجود هذه يعني شيء يصل إلى حد الكفر وإلى حد الخروج من الملة، يعني على عقيدة ابن عربي ثم يعتقد بالحلول وغيره، وثم أنه قبوري غالي، فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح؟ فقال العلماء إنما هو فتح آخر زمان، لكن لا بد من الوقوف عند سليمان القانون وتبيانه أمام الناس، لأن الشباب لا ينبغي لهم أن ينبهروا بهذا. لماذا؟ لأن سليمان القانوني كان من الصوفية الغلاة، وكان يدعم البكتاشية، وأبوه سليم كان من الطريق أهل الطريقة البكتاشية، البطريقة البكتاشية. أخبرتك أنهم فيهم تشيع. أي أنت عندك تحفظ على عقيدة السلاطين العثمانيين كلهم. لا بد من البيان. تنطبق على سليمان القانوني وغيره. ولا سليمان القانوني أشد. لماذا؟ لأن سليمان القانوني هذا هو الذي جدد ضريح جلال الدين الرومي. وسليمان القانوني لما ذهب واحتل العراق، أنا سميه احتلال طبعا، لما ذهب واحتل العراق يقول المؤرخون إنه كان شغله الشاغل أن يبحث عن قبر أبي حنيفة. هو رايح يحارب الصفوي أن يبحث عن قبر أبي حنيفة. ليه؟ لأنهم كلهم أحناف هم الأتراك. فلما وجده أعاد بناءه ورممه وزينه، ثم أقام عليه قبة وجعل له ضريحا، ثم جعله مزارا للناس، ثم ذهب إلى قبر عبد القادر الجيلاني ورممه وأعاد بناءه وجعله مزارا للناس. ولم يكتفي بذلك، ذهب إلى النجف وإلى كربلاء وجدد قبور الشيعة فيها وأعاد بناها وأجرى عليها المياه وأنشأ لها البساتين. هذا السلطان سليمان القانوني. هرتزل والسلطان عبد الحميد في ذلك الوقت إيش كانت طبيعة العلاقة بينهم؟ أي لكن تعطيني فترة بس أتكلم. فضل. أي نعم. لأن هرتزل هذا لما السلطان عبد الحميد المشاع عنه والمشهور عنه أنه من حمى فلسطين من الاستيطان. الآن ما يظهر من الوثائق ومن الصحف التي ظهرت، موجودة في مكتبة الملك فهد، موجودة عندنا في مكتبة الباطين، تستطيع الرجوع إليها، أن السلطان عبد الحميد هو من سهل سيطرة الصهاينة على فلسطين. السلطان عبد الحميد تجد في مذكرات تحسين بك هذا كان عند السلطان عبد الحميد. فضيحة لما طلعت، لأنهم كانوا ينفون يقولون هو السلطان عبد الحميد كان يدافع عن فلسطين. هو اللي يقول للسلطان عبد الحميد إني ما راح أترك شبرا من وين؟ يعني منتشرة دي القول دائما، كل الناس تقول لن نتنازل عن شبرا من فلسطين. يعني هذا المذكر الخطاب اللي أرسله لي الصوفي الموجود في سوريا، قال لن نتنازل وكذا وكذا وكذا. هذه متى طلعت؟ هذه طلعت 1970 لما أظهرها الأستاذ سعيد الأفغاني أستاذ اللغة العربية. قبلها ما كان موجود. الشاهد أن يقول لك أن حتى تحسين بك يشهد بأن السلطان عبد الحميد هو من سهل السيطرة الصهيونية على فلسطين، لأنه كان يتعامل مع هرتزل يقول لك مفاوضات تجارية، ولما جاء وفد الصهاينة من ألمانيا إلى تركيا ليتفاوض معه على استيطان فلسطين تخالف معهم على بعض الأمور المالية، ولما ذهبوا استلحقهم عضو مجلس شورى عنده في الدولة العثمانية ليتفاوض معهم. نعم فشلت، لكن أن السلطان يتفاوض يعني ما عندي مشكلة. إيه بس كلام هرتزل في مذكراته ما يختلف مع الرواية اللي أنت تقولها؟ أبدا، هو يؤيدها. هرتزل يقول لك التقيته 4 مرات على حساب السلطان عبد الحميد، 4 مرات التقي السلطان عبد الحميد على حسابي. ما قال انه رفض؟ هو رفض، لكن انا شو اقول لك؟ يقول لك رفض. لماذا؟ لانه اختلف على بعض الامور، يقولها تحسين بك، اختلف على بعض الامور في المفاوضات التجاريه بينه وبين هرتزل. تاتي الى مصطفى ارمقان مؤرخ تركي مشهور كتب عن السلطان عبد الحميد كتاب السلطان عبد الحميد والرقص مع الذئاب في الجزء الثاني، يقول لك كان السلطان عبد الحميد ينبهر ويذوب امام بريق الاموال الصهيونيه التي جاء بها هرتزل،
وكان يقدم له السيجار ويحتفي به. هذا ما كان يرفض، هذا كان يتفاوض معه، صار في خلاف المفاوضات فقط. بالنسبة لقتل الأخوة الذي ذكرته حضرتك، أول ما بدأ طبعا مع السلاطين اللي قبل محمد الفاتح. أول شيء هل هي حقيقة ولا لا؟ طبعا حقيقة، طبعا ما حد ينفيها، ما حد ينفيها عن السلاطين العثمانية، لكنها في سلاطين معينة. ليه موضوع القتل هذا؟ أنا أعتقد لأن هذا أصلهم المغول الذي أتوا فيه يظهر مثل هذه البشاعات والشناعات عند السلاطين العثمانية. يعني احنا معجبين جدا. ليه يقتل السلطان اخوته؟ ليش؟ انا راح اقول لك. السلاطين حتى لا ينافسهم اخوتهم على العرش يبداون بقتلهم. هذا طبعا ما هو موجود عند اهل السنه، ما هو موجود الا اذا كان في تهديد وغيره، وقليل ما يحدث. لكن عند السلاطين العثمانيين اصبح سنه، وهذه سنه مغوليه وشريعه مغوليه. قانون نامه اللي اصدره محمد الفاتح يقول اني اجيز او اسمح لمن يتولى العرش من ابنائي وذريتهم بأن يقوموا بقتل إخوتهم، حتى لو كان رضيعا طبعا، بأن يقوموا بقتل إخوتهم إذا خشوا على العرش. فأصبحت سنة في السلاطين العثمانيين من محمد الفاتح بأنه قانون أن يقتل السلطان. وهذا ثابت تاريخيا أنه محمد الفاتح فعلا سن هذا القانون؟ هذا ما حد ينكره. ما حد أنكر. لا ما حد أنكر. 14 سلطان بعد محمد الفاتح كلهم قتلوا إخوتهم، بل أن السلطان من السلاطين العثمانيين قتل 40 واحد من أسرته، اللي هو يقتلون إخوان أحد أظنه مراد الثالث إلا ما أكون واهما. قتل إخوته ثم قتل أبنائه وأبناء إخوته وأعمامه. ويقول لك إن إسطنبول في ذاك اليوم قد خرجت كلها لتشييع الجنائز وحمل التوابيت. سليمان القانوني هذا قتل أبناء الاثنين، أول ما بدأ في مصطفى قتله وقتل ابنه مراد، ثم ثنى بابنه بايزيد، فجاء بابنه بايزيد وجاء بأبناء بايزيد اللي هم أحفاد سليمان القانوني 4، فقتل أبناء بايزيد أمام أبوهم خنقا، ثم بعد ما قتلهم قتل أبوهم بعد أن رأى أبنائه يقتلون. فكانت هذه الشريعة شنيعة جدا. هذول العثمانيين كيف ينظرون للعرب؟ نظرة الأتراك العثمانيين للعرب طبعا نظرة مسيئة. دليلي وش هو؟ دليلي المصطلحات التي اصطلح عليها الأتراك في تسمية العرب، وهذا ذكره عبد الرحمن الكواكبي في كتابه أم القرى. يقول إن الأتراك، عبد الرحمن الكواكبي كان في أيام الدولة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد، يقول إن الأتراك يسمون العرب دلنجي عرب، يعني العرب القذرين، يسمون عرب الحجاز دلنجي عرب، يعني العرب الشحاذين، ويقولون بس عرب، يعني العرب القذرين. وإذا قال لك التركي، أي من أيام الدولة العثمانية ليومك هذا، إذا قال لك عرب فهو يقصد الرقيق الأسود أو يقصد الحيوان الأسود. هذا مثبت، ما هو يعني كلامي. وإذا قال الأتراك يصفون أهل مصر بكور فلاح، يعني الفلاحين الأجلاح. ثم إذا نظرت في الواقع المعاصر الآن كيف ينظرون إلى العرب؟ واللي في نجد إيش يسمونه؟ اللي في نجد الأوباش والحشرات ولوث الخوارج والكفار وإيش يسمونه والملاحدة، كانوا يسمون ابن سعود، عبد الله بن سعود، يسمونه الخارجي الكبير، ابن سعود اللدود، ابن سعود الحسود، ويسمونه ابن سعود الملعون. كانوا يسمون عبد الله بن سعود وابوه سعود بهذا الاسم. ليش هذه طبعا يعني هذا الحقد الصوفي. لماذا احنا نحذر من الان من يعني اغترار الشباب بالفكر الصوفي او بالعقيده الصوفيه؟ هذا الحقد الصوفي الذي ترسب لديهم، يعتقد ان ما لديه هو الاسلام، وان هذا محمد بن عبد الوهاب لما جاء يهدم القبور والقباب ويدعون الى نبذ الشرك والتوسل بالاولياء والصالحين ان هذا هو الاسلام، هذا غير الاسلام. فلذلك سموا محمد بن عبد الوهاب انه جاء بدين جديد او بمذهب جديد.